We are glad to inform you that iRadio is here to inform, educate, and entertain you. Whenever you cannot access us on our FM channel, just tune to iRadio Showbiz and listen to news in English, Arabic, Zande, Nuer, Suluk, Dinka, Lotuko, and other informative programs. We can be found on these frequencies every Monday to Friday, 7,340 kHz from 7 a.m. to 8 a.m., 15,410 kHz from 7 p.m. to 8 p.m. iRadio Soviet service, bringing news and information wherever you are. iRadio, your eye on South Sudan. محطة إذاعية مستقلة في جنوب السودان. آي راديو بيوفر لك الحصول على معلومات في متوازن وصحيح، أخبار محايد ومعلومات وبرامج تعليمية، وكمان بيسعى إلى زيادة مشاركة للمواطنين بتاع جنوب السودان. آي راديو بيوفر لك آخر المعلومات التنفيذية عن اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان. آي راديو بيوفر المعلومات حول اتفاقية السلام ونوفر لك الأخبار. ده مشروع تابع لمنظمة آي ميديا، منظمة غير ربحية أسسوه في سنة 2012 كمنظمة قديمة وشريكة لمنظمة دولية. الإدارة محطة آي راديو في جوبا. الهدف الرئيسي لآي ميديا يمكن بناء قدرات المواطنين في جنوب السودان في الإدارة وصناع القرار لاستمرار الرؤية. آي راديو أسسه لتقديم المعلومات التعليم الغير حكومية والأغراض العلمية للشعب في جنوب السودان والمناطق المجاورة.